بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى، أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن خزاعة قبيلة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل لما أرادوا هدم الكعبة، الله أهلكهم، وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني لتطهيرها من الأصنام ومن الشرك. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، يعني لتطهيرها من الأصنام والشرك. ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، لا يجوز قطع الشوك الذي نبت من الله في الحرم، ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجر الحرم الذي نبت من الله، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. إذا وجد شيء ساقط لا يجوز أخذه إلا لمن يعرف حتى يجد صاحبها.